محمود متولي وعماد، محمود متولي وعماد داخل متولي وبيصد عماد، بيصد عماد وبيشيل ركلة الجزاء علشان يبقي النتيجة مشاهدينا بالتعادل السلبي ما بين انبي والاسماعيلي. 103 ركلة جزاء، 72 ركلة مسجلة، والركلة رقم 31 بيهدرها محمود متولي بعد انقاذ وبعد قراءة اكثر من ممتازة من الحارس عماد السيد اللي بيلعب لقاءه رقم 11 هذا الموسم ومباراته رقم 107 في تاريخ مشاركاته في الدوري الممتاز.